شريك لك، سبحانك ما أعظمك، لا شريك لك. اللهم طهر قلوبنا من الأهواء، اللهم طهر قلوبنا من الأهواء. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة تقية نقية طاهرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد قلوبنا وجوارحنا وأبداننا، اللهم طهر سمعنا وبصرنا، اللهم طهر قولنا، اللهم طهر قصدنا، اللهم طهر نيتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك يا رحيم يا رحمن. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. سبحانك ما أعظمك، لا إله إلا أنت. اللهم قونا، اللهم ارفعنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا. اللهم من أراد بنا سوءا وبالمسلمين، اللهم فاشغله بنفسه واجعل الدائرة عليه. اللهم لا ترفع له راية ولا تقل له غاية يا حي يا قيوم. من أراد بالإسلام والمسلمين والمسلمات خيرا، اللهم ارفع قدره وأعلي شأنه واجعله من أحبابك وأوليائك يا رحيم يا رحمن. لا إله إلا الله. اللهم كبلوا وقيدوه من الشياطين ومن جان ومرض الأبدان، اللهم فك قيده، اللهم اهد قلبه، اللهم قوي عزيمته على الخير والرشاد يا الله. اللهم اجعل خروجه يسيرا ميسورا يا رحيم يا رحمن. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة خلقك يا الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم، اللهم يا رب، اللهم أعط الأصحاب التي في القبور انزوت واختبأت واختفت وانطوت في ظلام دامس حالك في كفل وعورة. اللهم أبطل كل سحر أينما كان كيفما كان، اللهم أبطله يا رحيم يا رحمن، اللهم أبطله يا رب العالمين، اللهم أبطله، فك قيده وعقده وربطه. اللهم ربنا إنك أنت الله ربنا ورب كل شيء ومليك ولا يخفى عنك شيء. اللهم أبطل كل سحر في البدن انزوى بعقدة وبورام بنفث ووغز وإبر. اللهم أينما كان في الجسد وعن الجسد وخارج الجسد وحول الجسد وبعيد عن الجسد ويشدد للجسد وصاحب الجسد وبيت الذي فيه صاحب الجسد، اللهم عليك بالسحر أبطله واهد خدامه وحراسه، اهد من يقومون عليه ويقفون عليه ويجددون عمله وسعيه وتعطيله وتدميره. اللهم اهدهم برحمتك، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم اجعلهم ربنا نعمة لا شرا، اجعلهم ربنا خيرا لا عذابا. اللهم اهدهم واهد بهم واهد على أيديهم. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم اشف كل مريض وكل مبتلى وكل مسحور وكل معيون وكل محسود. اللهم إنك عليم بصاحب مس الشيطان وعليم بالشيطان ومسه، عليم بسحر الشيطان والشيطان وسحره. اللهم أبطل سعيهم وعملهم. اللهم لك الحمد ربنا، وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يهدي الله ما يشاء، الحمد لله، بشارة خير وغناء الحمد، الحمد لله.